مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها ريم سيف، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. إنشاء مصنع للحبوب الغذائية بكلفة 14 مليون دينار في سبتمبر المقبل. بنك إنفستكور بيعتزم تنفيذ صفقة استحواذ أوروبية بنهاية العام. الإمارات تؤكد التزام إيرباص بتنفيذ كامل شروط الاتفاق مع طيران الإمارات. قطر تكابر وسط أزمة نفط وارتفاع أسعار السلع وتراجع العمل بمشاريع استراتيجية. أهلا بكم من جديد. كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة في الغرفة خالد الأمين عن إقامة مصنع جديد للحبوب الغذائية في منطقة الحد. وبحسب ما صرح به خالد الأمين، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المصنع 14 مليون دينار، وتضم قائمة المساهمين رجال أعمال ومستثمرين من البحرين وسويسرا وسريلانكا. وتوقع رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة في الغرفة أن يبدأ إنتاج مصنع الحبوب الغذائية بصورة رسمية في الربع الثاني من العام المقبل 2018، أي بعد استكمال الإنشاءات خلال فترة لن تتجاوز 8 أشهر. كما توقع الأمين أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمصنع في الحد خلال شهر سبتمبر المقبل. المستثمرين طبعا هم اللي عندهم الخبره في التصنيع، وهم بعد واحد من المستثمرين هو اللي عنده مثل ما تقول الانتاج من كندا ومن استراليا. فنتمنى ونطلب من العلي القدير انه يوفقنا ان شاء الله الشهر الجاي ونبتدي البناء، وخلال 8 شهور ان شاء الله نبتدي الانتاج. راح يغطي احتياجات البحرين كامله، وراح نصدر حوالي 180 ل 190 طن منه يوميا. أبرز الدول المستفيدة طبعا الشقيقة السعودية، الهند فيها نقص حوالي 6 مليون طن، تركيا فيها نقص 1.5 مليون طن، الصين إذا فتحت أبوابها راح يكون فيها نقص كبير من الأطنان، من ملايين الأطنان. فأمريكا واحدة من أبرز الدول اللي تستورد. واتفق بنك انفست كورب على شراء حصة في بنك سويسري خاص. وأشار بيان انفست كورب على موقع السوق إلى أن البنك السويسري سيمتلك الحصة الأكبر منه، على أن تكون ملكية انفست كورب هي الأقل. وأكد انفست كورب على أن نجاح استكمال صفقة الشراء يشترط الحصول على موافقات تنظيمية من جهات متعددة، ومن المتوقع استكمال الصفقة قبل نهاية عام 2017. وآخر صفقات الاستحواذ الأوروبية كانت لشركة انفست كورب تكنولوجي بارتنرز التابعة لبنك انفست كورب بقيمة 27.5 مليون جنيه استرليني. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7175 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.66%. أما بالنسبة لأداء بورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6885 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.46%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4492 نقطة كما هو موضح مشاهدينا على الشاشة، أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.1%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1298 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.92%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,647,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,062,000 دينار، تم تنفيذها مشاهدين من خلال 115 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة
تداول ما نسبته 60% من القيمة الإجمالية للأسهم، كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة 60,000 وحدة بنسبة 0.56% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مصنع طائرات إيرباص في مدينة هامبورغ في جمهورية ألمانيا. وشملت جولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم داخل مباني المصنع العملاق 4 محطات، منهم في قسم تجميع المكونات الأساسية لطائرات إيرباص A320 التجارية قصيرة المدى والمتوسطة ذات الجسم الضيق. وأطلق سموه ومرافقوه على أجزاء من هياكل هذا الجيل الحديث من إيرباص والمخصصة لشركة طيران الإمارات التي تعد الشركة الأولى عالميا التي تستحوذ على 40% من إنتاج مصانع إيرباص من جيل A380 الضخمة. هذا واطلع سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على آليات تنفيذ كل ما هو مطلوب حسب الاتفاقية المبرمة بين طيران الإمارات وشركة إيرباص، مشيدا بالتزام الطرفين الدقيق بكل بنود وشروط ومواعيد التسلم والتسليم. في الكويت مشاهدينا، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت للنصف الأول من العام 2017 إلى 998 مليون دينار كويتي شاملة الشركات الكويتية وغير الكويتية. وحققت الشركات المدرجة زيادة في الأرباح قدرها 131 مليون دينار بنمو قدره 15%. وقد ارتفعت بشكل لافت أرباح الشركات الاستثمارية خلال الفترة إلى 127 مليون دينار، إذ استحوذ قطاع البنوك على نصف الأرباح تقريبا بحوالي 479 مليون دينار شامل البنوك غير الكويتية. كما حقق قطاع الاتصالات ارتفاعا في الربحية بالغا 124 مليون دينار. لا تزال تداعيات قطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لعلاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة تلقي بظلالها على الاقتصاد القطري، إذ سجلت الأشهر السابقة ارتفاع أسعار الغذاء وتأثر سوق العقارات سلبا علاوة على تسريح عمالة نظرا لعدم مقدرة الشركات على دفع الرواتب. ووفقا لرويترز، تسببت المقاطعة في انخفاض واردات الدوحة أكثر من الثلث في يونيو لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الاقتصاد القطري. وفي السياق نفسه، يواجه وافدون عاملون في قطر مشاق إضافية مع اضطراب مواعيد تسليم مشروعات نهائيات كأس العالم لعام 2022، إذ يواجه بعضهم استغناءات في الوقت الحالي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: استقالة رئيس أكبر بنك في أستراليا على خلفية تهم بتمويل الإرهاب. أعلنت الحكومة اليابانية نمو اقتصاد البلاد بمعدل سنوي قدره 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى يونيو الماضي، ليتواصل النمو للربع السادس على التوالي في ظل نمو الإنفاق الرأسمالي والاستهلاكي في اليابان. وقال مكتب مجلس الوزراء أن الاستهلاك الخاص الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان قفز بنسبة 0.9% على أساس الربع السنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 0.4% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في مارس الماضي. ويشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الياباني ظل بطيئا، لا سيما منذ أن رفعت حكومة شينزو آبي ضريبة المبيعات في البلاد إلى 8% في عام 2014 بدلا من 5%، وذلك في أول ارتفاع لها منذ 17 عاما. إلى سوق الطاقة العالمي، حيث ارتفع إنتاج النفط بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى أسبوعي منذ يوليو 2015 ليمثل ضغطا جديدا على أسعار الخام. هذا وقفزت إمدادات النفط بالولايات المتحدة لمستوى 9.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 من أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 79 ألف برميل عن الأسبوع السابق له بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة. وأوضحت البيانات تراجعا حاد لمخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 8.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 466 مليون برميل.
إلى ذلك استقر خام برنت اليوم دون تغير فيما نزل الخام الأمريكي الخفيف. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. صوت مجلس إدارة شركة أوبر بالموافقة على السير في إجراءات شراء أسهمها من جانب شركتين استثماريتين ضمن ثلاث عروض تلقتها الشركة في الفترة الأخيرة. وقرر مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي الموافقة على بدء الإجراءات بشأن عرض شراء سوفت بنك لأسهمها، كما وافقت على عرض التحالف المقدم من مجموعة دراجونير إنفستمنت جروب نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. يأتي ذلك فيما لا تزال أوبر تفكر في عرض الاتحاد الذي يديره يرين بيشفر أحد المستثمرين الأوائل بالشركة لشراء أسهم أوبر من مستثمريها. وكانت أوبر قد جمعت 10 مليارات دولار عبر بيع ديون وأسهم، فضلا عن امتلاكها 5 مليارات دولار في البنوك. أخيرا أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا أن مديره التنفيذي الذي يشتبه بارتكابه انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيقدم استقالته. وقالت رئيسة مصرف كومنولث كاثرين في بيان لها أن المدير التنفيذي إيان ناريف سيترك مهماته بحلول نهاية السنة المالية 2018. وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة نازيف بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية أوستراك تحقيق ضد مصرف كومنولث المتهم بأنه لم يرسل إليها تقارير تتعلق بأكثر من 53 ألف عملية مالية، وترتبط الإجراءات بصورة مباشرة بماكينات إيداع الأموال الذكية التابعة للبنك التي ثارت مزاعم بأن عصابات إجرامية استخدمتها في عمليات غسيل الأموال. وبهذا الخبر نأتي مشاهدينا إلى ختام جولتنا الاقتصادية، ونذكر بأبرز ما جاء فيها. إنشاء مصنع للحبوب الغذائية بكلفة 14 مليون دينار في سبتمبر المقبل. بنك إنفست كورب يعتزم تنفيذ صفقة استحواذ أوروبية بنهاية العام. الإمارات تؤكد التزام إيرباص بتنفيذ كامل شروط الاتفاق مع طيران الإمارات. قطر تكابر وسط أزمة نفط وارتفاع أسعار السلع وتراجع العمل بمشاريع استراتيجية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، ونذكركم بالتواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني bizdnews@info.gov.ph. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.